خدي بقى انت كمان. ايه ده؟ هو في حاجة طنط؟ بدور على حاجة ضايعة مني مش لاقياها. طب قولي لي ايه هي وانا ممكن اساعدك. دواء كنت جايباه لواحدة صاحبتي بس مش لاقياه، مش عارفة حاطة فين. وليه حضرتك اللي بتجيبه لها؟ علشان ناقص في السوق، وانا اعرف واحدة بتجيب الأدوية الناقصة، بنتها عيانة قوي، فأنا اللي بجيبه لها يعني. خلاص كلميها تجيبه لي. ما أنا بكلمها ما بتردش. زينة، هو ممكن يا حبيبتي يعني سيلتو بلي لو ممكن تسألي لي على الدواء وتجيبيهولي يعني؟ حضرتك اللي بتاخدي الدواء ده يا طنط، ليه؟ ده دواء مش كويس. انت ايه شرفك؟ عشان انا عارفاه. لو اللي في دماغي طلع صح يا زينة انا هزعلك زعل. اللي في دماغك مظبوط يا طنط. طيب هاتي الدواء وانا هفهمك بعدين كل حاجة. لا مش هديهولك. هاتي الدواء يا زينة. رميته، وحضرتك لازم تروحي لدكتور. انتي مالك؟ هروحي لدكتور ولا ما اروحش لدكتور؟ تجننتي؟ بعدين انتي ازاي تسمحي لنفسك تاخدي حاجة مش بتاعتك؟ القرف والتخلف ده فعلا طارق عنده حق. شكرا يا طنط، بس برضو حضرتك لازم تروحي لدكتور. بلا شكرا بلا دكتور بلا زفت. بقول لك هاتي الدواء. مش هديهولك. هاتي الدواء. رميته. هاتي الدواء احسن لك يا زينة. ايه دواء ايه وفعلا يا زينة؟ مش طايقاكي، اخص عليكي اخص. وفاء مالها زينة؟